السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم وتتابعون فيها. إدراج أجهزة ذكية في العداد المائي لقياس تدفقات المياه المستهلكة والحد من التسربات. المذبحة الصناعية لدواجن بشلف تراهن على الوفرة بمعايير الجودة والنوعية وتموين السوق المحلية خلال الشهر الفضيل. ارتياح كبير وسط السياح الأجانب بعد تسهيلات إقرار تأشيرة التسوية تشجيعا للسياحة في الجنوب. بداية وللحد من تسربات المياه الشروب وعقلنة الاستهلاك، عدادات ذكية بتقنيات جديدة استفادت منها ولاية تيبازا لحساب كمية المياه المستهلكة ومراقبة التوزيع تفاديا للتسربات وأعطاب الشبكة. الروبورتاج لأسيا غريب. للوهلة الأولى قد يبدو لك أنه هاتف ذكي موجه للاستعمال الشخصي، لكنه عداد رقمي موصول بشبكة الأنترنت يستعمل لقياس كمية استهلاك المياه. جيت نكتشف لي زاباري اللي نستعملوهم في السيارة، جهاز اكتشاف تسربات المياه، ومنهم نعرفوا كيفاش الواحد ينزل باغ اكزومبل الغيزو وش هي الحمايه اللي لازم نتوفر له، كيما الكاميرا اللي تهبط في الروغار باش نشوفوا نسبه التدفق، اسكو الروغار مكسر ولا لا. لا لوليفر يخرج بهذه لاباراي اللي فيها 150 حتى 200 كليون يقدر يشوفوا بار جور، يدير لو نوفو اندكس ويلقى الانسيان ويدير نوفو اندكس تخرج لا كونسوماسيون. هنا في هذا لاباراي فيها لوجيسيال اكس 7 اللي يستعملوه هنا في السيال، يخدم به هذيك لا جورني، كيكمل لا جورني تاعو يحطوا في هذه لاباراي هنا. هذا اللي انا نشوف فيه هذا السوكل. أجهزة حديثة تستخدمها مؤسسة المياه والتطهير للجزائر سيال بولاية تيبازا تستعمل في الكشف عن التسريبات والأعطاب. شكاوى من عند مواطنين بأنه الماء ما يلحقهمش، نتوجهوا المكان وين كاين الشكاوى وندوا معنا أجهزة القياس الضغط للكشف إذا كان هناك مشكل أو لا. بعد ما كشفوا أن هناك مشكل تاع نقص الضغط نتوجهوا بالأجهزة السمعية للكشف عن التسربات الغير مرئية. تعزيز قطاع الموارد المائية بمثل هذه الأجهزة الحديثة من شأنه تحسين الخدمة العمومية للمواطنين وضمان تزويدهم بالماء الشروب وترشيد استعماله. في إطار الزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي تزامنا مع شهر رمضان المعظم، قام السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة القوات البرية. في البداية وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء عمار عثمانية قائد القوات البرية، وقف السيد الفريق أول بمدخل مقر القيادة وقفة ترحم على روح الشهيد البطل ديدوش مراد الذي يحمل مقر قيادة القوات البرية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار. إثر ذلك عقد سيد الفريق أول لقاء توجيهيا مع الإطارات والمستخدمين، حيث ألقى كلمة توجيهية تابعها مستخدمو وحدات النواحي العسكرية الست عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أشاد فيها بمضمون كلمة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني التي ألقاها في النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن للأمم المتحدة، والتي أكد من خلالها سعي الجزائر الحثيث لمساندة جيرانها ودول القارة الإفريقية في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف.
لقد أدركت الجزائر مبكرا أخطار الظاهرة الإرهابية وخلفياتها وأبعادها، وحذرت العالم برمته من نتائجها المدمرة والوخيمة، وتمكنت باعتراف الجميع من دحر الإرهاب وقبر مشروعه الظلامي بفضل الاستغلال العقلاني لمقوماتها وإمكاناتها وتجارب شعبها المكتسبة خلال الثورة التحريرية المظفرة. ولقد أثبتت الوقائع والأحداث الماضية والجارية أن مكافحة هذه الآفة الخبيثة بالجدية والفعالية اللازمة تبقى بصفة أكيدة بحاجة ماسة إلى جهد متواصل ومتكاتف ومنسق على المستوى الوطني والإقليمي وحتى الدولي، لا سيما من خلال الحرص على التطبيق الصارم للقرارات والأدوات القانونية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرها من الميكانيزمات الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة. وهو الأمر الذي أكد عليه السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في كلمته التي ألقاها في النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب، حيث أكد أن الجزائر تواصل بنفس الروح جهودها الرامية إلى مساندة جيرانها ودول القارة الإفريقية في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف، مسترشدة في ذلك بتجربتها المريرة والناجحة في ذات الوقت. في مجال الاستثمار، مذبحة صناعية للدواجن بولاية شلف من الاستثمارات الناجحة التي فرضت نفسها محليا طيلة السنة لتسجل حضورها في الشهر الفضيل بفضل جودة منتوجاتها وتوفير اللحوم البيضاء في الأسواق بأسعار تنافسية. تتابع الموضوع كريمة الشبط. استثمار وجد لنفسه طريقا أمام تحديات رفعها، فكان رهانه وفرة منتوج بأسعار تنافسية تعكس الإقبال عليها. هنا غارونتي. من أين؟ غارونتي حاجة مليحة، حاجة نقية، حاجة ما شاء الله سمعتي، وكاين الطال كاين دومون دونسيبو. والسعر هبط شويه. غير حنا ماذا بينا تقعد كيما هكا، ما تهبطناش بزاف باش ما يضرش الفلاح وما تطلعش قويبه ما يضرش الشعب اللي يجري. هذا راه لاباس، هذا راه مليح، مليح في السعر وفي الجوده. وفي الجوده يرحم والديك. بمناسبه شهر رمضان المبارك الاسعار رانا ما دايرين منخفضه لتكون في متناول المستهلك. تحقيق معادلة الوفرة والجودة كما ونوعا هو ما تراهن عليه هذه المذبحة الصناعية بشلف في توفير ما يقارب 800 دجاجة يوميا التي يسهر عمالها على توفيرها 24 ساعة على 24 تناوبا من أبناء المنطقة. عندي 8 سنين خدمة هنا في ذا المذبح. عندنا دو جروب نخدموا، جروب تاع النهار وجروب تاع الليل. انا عندي ولد المنطقه عنده 15 عام خدام هنا. لاباس لاباس الدعوه. احنا نذبحوه نعلقوه فيديوه خرجوه برا عملوا له السلعه برا ندوروا معاه ندير له كلش. تمويل المذبحة لا يقتصر على أسواق ولاية شلف بل تعداه إلى الولايات المجاورة، وفي الأفق آمال دعم بمشاريع مكملة. تقليعة تاعي كنت في الفلاحة، ومن الفلاحة عاود رجعت للمذبحة هذه. تبعنا نهبطوا في الأسعار بالتقريب في الوقت هذا 800 دجاجة في النهار. بعت الأفيكولا تاع مشتغالين بعت لهم بالسوكا والدجاج. كان عندنا السوق هابط هنايا، كان عندنا الفايض يعني حولت باش هما كانوا باش يديروا ستوك لسيدنا رمضان. المطلب تاعنا احنا ماذا بينا الدوله هي اللي تبني لنا هذو لي زونكار يا خويا، وتكرينا احنا غدو واحد يخرج من الجامعه
متخصص في هذه الفلاحة يا خويا يصيب وين يروح. حلقة متكاملة من تربية إلى ذبح شرعي فتسويق للدواجن ضمن معايير الجودة والنوعية من الفلاح إلى المستهلك، بما يضمن الحفاظ على ديمومة تمويل الأسواق والمحال المخصصة للدواجن وبأسعار تنافسية طيلة الشهر الفضيل. التكفل بين المسلمين من مقاصد الشهر الفضيل، ولأن قطرة دم قد تكون سببا في إنقاذ حياة. ومن أجل مساعدة المرضى بالمستشفيات، حملات تحسيسية للتبرع بالدم ببيوت الرحمن. العينة من المسجد القطب عبد الحميد بن باديس بوهران، الذي شهد إقبالا كبيرا للمتبرعين بعد صلاة التراويح. خير أبو طالب. بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس بوهران توافدت جموع من المواطنين بعد صلاة التراويح للقيام بعملية التبرع بالدم، وهي المبادرة التي استحسنها المواطنون. وهذه فرصة فاني ربي كرمنا بها باش نديروا الخير، بلك نقضوا حياة شخص آخر ولا. المسجد راه يعطينا كل عام هذه الفرصة في رمضان، نطلب إن شاء الله من كاع الناس يديروا هذه المبادرة باش نعاونوا الناس اللي بعاد باغ اكزومبل على عائلاتهم ولا ما عندهمش من يجيبوا الدم. إن شاء الله قاعد يراه بصحته والآخر ربي يزيد يتبرع. كاين الناس المحتاجين. الإنسان في هذا الشهر الكريم ينبغي عليه أن يتصدق بما لديه، سواء كان مالا، فإن لم يجد فقطرة من دمه، لأن هذه القطرة قد يستحقرها الإنسان لكن ربما ستكون سببا في حياة إنسان آخر. خصصنا لهذا البرنامج 35 مسجد لرايحة تشهد هذه العملية، عملية تبرع بالدم يعني خلال شهر رمضان. نشوفه في إقبال كبير من طرف يعني المتبرعين والمصلين. فمديرية الصحة والسكان وفرت كافة الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح العملية، فمخزون الدم الذي سيتم جمعه سيكون لفائدة المرضى بالمستشفيات التي هي بحاجة ماسة إلى هذه المادة الحيوية. رمضان جينيرالمون لي دونور ما يروحوش للمصالح التبرع بالدم، الوغ حنايا نخرجوا باش نلبوا حاجيات المرضى اللي المريض اللي راه في المستشفى. عندنا لوجيسيال دو جيستيون دو ترانسفيزيون، هذا فيه كاع المتبرعين رقم الهاتف اون كاوين تجينا حاله استعجاليه نعيطوا له. الانسان يقدر يتبرع تو لي دو موا، هذا لو مينيموم، اي كيما الرجل ما يفوتش خمس مرات في العام ولا المراه تولي اربع شهور. وتبقى عملية التبرع بالدم عملية إنسانية وروحية، خصوصا مع شهر رمضان الفضيل، فالتبرع بقطرة من دمك كفيلة لإنقاذ حياة مريض. استفادت ولاية سوكهراس من عدة مشاريع في قطاع الصحة بعد رفع التجميد عنها، والتي تشهد وتيرة إنجاز متقدمة لتسليمها في أقرب الأجل. محمد زمولي. لما لها من أهمية في التكفل بصحة المواطن، خمسة مشاريع هيكلية رفع عنها التجميد بولاية سوقهراس. مستشفى بستين سريرا ببلدية الحدادة هو في طريق الإنجاز، جاء ليوفر خدمة الصحة على الشريط الحدودي. كما استفادت بلدية مدوروش بمستشفى سعته 120 سريرا وهو يشهد أشغالا متقدمة، بالإضافة لمشاريع أخرى. وهناك مستشفى بسعة 120 سرير بصدراتة لتعويض الهيكل الحالي اللي هو هيكل قديم، واستفادت كذلك بلدية صدراتة من مصلحات طبية جراحية حتى هي ستنطلق في الأيام القريبة، ومصلحة لأمراض الكلى وتصفية الدم بسعة 16 سرير. هناك مستشفى أيضا بعاصمة الولاية 120 سرير، وهناك معهد لتكوين شبه طبي إن شاء الله في القريب العاجل. ويعرف قطاع الصحة بولاية سوقهراس طفرة نوعية في ميدان التجهيز، شهدت الولاية جلب أربعة أجهزة سكانير مع تسجيل طلب جهاز رنين مغناطيسي إيرام، كما أن كل المصحات والعيادات الجوارية تعمل بالرقمنة والملف الطبي الإلكتروني. لا يوجد ضغط ولا توجد طوابير داخل المؤسسة، لأنه كل مريض يتم التعامل معه عن طريق رسالة على هاتفه تصله من المستشفى تخبره بموعده المنتظر، سواء بالنسبة لجهاز سكانير أو التنظير الطبي الفيبروسكوب. تم تثبيت برنامج لوجيسيال باسيون دي زاد الذي يتمكن من المعالجة الإلكترونية لملف الطبيب بداية من دخوله على مستوى مكتب الدخول، كذلك تسيير ملفه على مستوى المصالح الاستشفائية
والمخبر وكذا مصلحة الأشعة إلى غاية خروجه. هذا وترافع السلطات من أجل فتح ملحقة لكلية الطب على مستوى تراب الولاية. الأكيد أن مجمل هذه المشاريع ستجعل من ولاية سقراس قطبا جهويا للصحة. وتوفير السيولة طيلة شهر رمضان، هذا ما تسعى إليه جميع مراكز بريد الجزائر، كما سيشرع في فتح المكاتب البريدية ليلا مع اقتراب عيد الفطر المبارك. هذا ما أكده المدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد، مبرزا جهود بريد الجزائر في إدخال خدمات رقمية جديدة تضمن للزبائن السرعة والأمانة في إجراء المعاملات والتحويلات. عرف قطاع الفلاحة بولاية النعامة توسيع المساحات المسقية بعد إدخال تقنيات وأنظمة السقي الحديثة كالرشي المحوري، وهو ما انعكس في الرفع من مردودية مادتي القمح والشعير. الروبورتاج لمصطفى دحاوي والقراءة لحفصة غاني. الاعتماد على آلية الرش المحوري للرفع من المساحات المسقية استراتيجية أعطت نتائج إيجابية بولاية النعامة والتي فاقت 9000 هكتار، وهذا بعد ربط المستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء. كهرباء وسيلة سهلة غير بطونة، مش كيما المازوت، المازوت شوية صعيب، والصابة الحمد لله البلاد اللي تسقيها فيها منتوج كبير، ماهوش كيما البلاد البورية. كنا نصرفوا غير المازوت والمواطي، يخسر لك الموتور تمشي تهوده وما يصلحش، غير يصلح معليش، بصح دوك الضو لا، دوك توطا كل شيء يكون الحمد لله درك. وبفضل التسهيلات التي تلقاها عبد القادر في المجال الفلاحي، استطاع توسعة مشروعه في شعبة تربية البقر الحلوب لإنتاج الشعير العلفية. الفارينة والزرع والخرطان إنتاج، الله يبارك. بالخدمة نخدموا كل اللي تطلبها الأرض نعطوها لها، هذا هو بيه بنا البقري وكثرنا البقري، هذا اللي يخلي نقول نفتح المجال تاع الاستثمار في الولاية تاع ولاية طبعا ولاية النعامة، واللي عندها مؤهلات تحوال الثروة تاعها. هنا الخرجات اللي نخرجوا فيها باه نكونوا في علم مكان ونتلاقاو مع الفلاحين ومع المنتجين ومربين، باه نوقعوا نوقفوا على الحقائق تاع الصح، ونحن اليوم للتشجيع لا أكثر لا أقل. دعم وترقية القطاع الفلاحي خاصة الأراضي المسقية استراتيجية تعول عليها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير شعبة الحليب واللحوم. دوليا وفي الشأن الصحراوي، تقوم وفود أجنبية ابتداء من اليوم بزيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين للاطلاع على آخر مستجدات القضية الصحراوية وواقع اللاجئين الصحراويين وسير مؤسسات الجمهورية الصحراوية. ستجمع الوفود القادمة من إسبانيا وإيطاليا عدة لقاءات مع مسؤولين صحراويين. تأتي هذه الزيارة لتجديد الدعم للقضية الصحراوية التي تشهد تطورات هامة على كافة المستويات، خاصة وأن الشعب الصحراوي يستعد للاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس رائد كفاحه الوطنية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. وفي المغرب، أبواق المخزن تتفنن في تزييف الحقائق والطعن في مصداقية أقلام الحق من الإعلاميين الشرفاء في ظل وضع اجتماعي يزداد تأزما. أحمد غردين يكتب أكثر. كما في كل مرة يحاول المخزن وأزلامه حجب شمس الحقيقة وطمسها، لكن تأبى هذه الحقيقة إلا وأن تسطع في ظل تحامل دكاكين بروباغاندا الكذب المغربي وأقلام الغرف المخزنية المظلمة. وفي ظل تردي المستوى المعيشي وانهيار القدرة الشرائية وفقدان الثقة من حكومة المخزن، يحاول إعلام المخزن المأجور نسج الأحداث وافتعالها في خياله المهووس بكل ما هو جزائري وبثها عن طريق أبواق مخزنية مسمومة حاقدة بعيدة كل البعد عن أدنى مبادئ وأخلاقيات شرف مهنة الصحافة. هذه الصور والمشاهد تعكس حقيقة الوضع المؤلم الذي آل إليه الشعب المغربي، وليست صورا من وحي الخيال، إنها صور لواقع مرير يسيطر فيه نظام المخزن وحاشيته على مقاليد الأمور بالقمع والترهيب ووأد الأصوات المطالبة بالحرية والتغيير. إنها مشاهد أيضا من الواقع الذي يعيشه الشعب المغربي من تغطرس وظلم بين دفع حتى بالمنظمات الدولية إلى التحرك لوضع حد للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان،
وبسبب الوضع السياسي والاقتصادي الصعب تتعالى الأصوات المطالبة بالتغيير والاستماتة في مواصلة التظاهر ضد السياسات الفاشلة للحكومة المخزنية، بينما يرى الكثير من المتابعين أن البلد يسير نحو الهاوية في ظل تعنت المخزن ومقابلته للمطالب الشعبية بشتى أساليب القمع والترهيب. في الشأن الفلسطيني، استشهد شاب فلسطيني مساء أمس برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما أصيب العشرات بجروح وحالات اختناق في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية. هذا وشهدت مدينة نابلس باعتداءات مستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. في الرياضة الآن، ولحساب الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية الإفريقية، يواجه سهرة اليوم اتحاد الجزائر فريق الأخضر الليبي بملعب الخامس جويليا الأولمبي بالعاصمة. هذا يحتل اتحاد الجزائر في هذه المجموعة المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وعليه فإن التعادل بأي نتيجة يكفي أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة للعبور إلى الدور ربع النهائي من كأس الكاف، بينما يحتاج النادي الليبي للفوز من أجل التأهل. هذا وبإمكانكم مشاهدينا متابعة أطوار المقابلة مباشرة على القناة الأولى للتلفزيون الجزائري ابتداء من الساعة 9 مساء. فحظ موفق لممثل الجزائر في هذه المنافسة القارية. في الرياضة دائما، ونهاية الأسبوع تجرى 6 مباريات لحساب الجولة 21 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. أبرز ما يميز الجولة في تقرير علي جعفر. قمة الجولة 21 حسمها شباب قسنطينة لصالحه بهدفين دون مقابل على حساب ضيفه وفاق سطيف في درب الهضاب. أبناء الصخر العتيق انفردوا بفضل هذا الفوز بمركز الوصافة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد. وبملعب محمد بومزراق انتهت مواجهة أولمبي شلف مع ضيفه مولودية الجزائر كما بدأت، وتقاسم الفريقان غلة المباراة لتبقى المولودية في المرتبة 4 ويحافظ الأولمبي على مركزه 11. اتحاد خنشلة استفاد من هذه الجولة بفوزه على ضيفه أتلتيك بارادو بثلاثية نظيفة جعلته يتموقع في المركز 5 وبفارق 1 نقطة عن المولودية 4 ترتيب. وفي المرتبة 10 تموقع نجم مقرى الذي لم يفوت فرصة استضافته لاتحاد بسكرة من أجل كسب نقاط المباراة، فتمكن من تحقيق الأهم بهدفين مقابل هدف مواصلا سلسلة نتائجه الإيجابية. وعلى ملعب زكريا مجذوب احتفظ فريق مولودية البيض بنسق لا هزيمة للمباراة 4 تواليا محققا فوزا بثلاثية مقابل هدف ومتقدما إلى المرتبة 9 ب27 نقطة. شهر رمضان، شهر التوبة والغفرة، شهر الطاعة والتقرب إلى الله، 30 يوما رحمة ومغفرة وعتقا من النار. شهر يجب على المسلم الإكثار من الدعاء والاستغفار. محمد ياسين نقاش. شهر رمضان أيام مباركة، وها قد انقضت منه 10 الأيام الأولى، 10 الرحمة لتتلوها 10 الأواسط. القرآن الكريم ورمضان يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول رمضان: ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن الكريم: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. الشهر الفضيل أيام معدودة للتقرب إلى الله، تلاوة القرآن وقيام الليل. شهر رمضان رحمة وهدية من الله لنحن الأمة هذه، يعني نغتنم في قراءة القرآن، الاستغفار، الصدقة. بما أن الإنسان منح حرية الاختيار في دائرة التكليف والابتلاء لتثمن أعماله الكسبية إما إلى الجنة وإما إلى النار، وبما أن الإنسان خلق ضعيفا ليرقى إلى الله في ضعفه ويسعد بقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ومن لوازم ضعفه أنه يخطئ، أنه ينسى، فتح الله سبحانه وتعالى له باب التوبة. من فوائد صيام رمضان تطهير النفس من الأخلاق السيئة وتهذيبها وتعويدها على الصبر والجود والكرم. صيام مقبول للجميع إن شاء الله.
تتواصل الرحلات القادمة من باريس إلى جنات باستقبال السياح الأجانب، سيما في ظل التسهيلات المقدمة المتمثلة في تأشيرة التسوية للسياح الأجانب. ملك خليفة تفصل أكثر. الثانية صباحا، هذه الطائرة القادمة من باريس تحط الرحال بأرضية مطار جانيت الدولي، وفور نزول السياح من الطائرة يتوجهون مباشرة إلى شرطة الحدود لاستلام تأشيرة التسوية الخاصة بمدن الصحراء الجزائرية. هذا الإجراء استحسنته الوكالات السياحية كثيرا، بحيث يعني نشاهد أن هنالك إقبال كبير للسياح في ولاية جانيت، وهذا يشجع السياحة الخارجية. تسهيلات لقيت استحسان السياح القادمين إلى جانيت. بالفعل الإجراءات كانت سريعة وجيدة، والاستقبال كان رائعا كذلك. إجراؤنا عملية أحسن من الإجراءات السابقة في الخارج، أفضل هذه الطريقة لأنها أسرع. التأشيرة كانت سهلة المنال وقمنا بكل الإجراءات. جيد، لأن سابقا كان علينا وضع الطلب ببلجيكا. ما هو برنامجك؟ المشي لمدة أسبوع في الصحراء. أفواج من السياح تأتي وأخرى تغادر، هكذا هي الحركية في مطار جانيت بعد إقرار تأشيرة التسوية. مريح وخيالي. تجربتي بجانيت كانت رائعة، رأيت متحفا مفتوحا، وأتيت من واشنطن لاكتشاف صحراء الجزائر، وأود فعلا العودة. تنظيم ممتاز. عطلتنا كانت رائعة، واستقبال التوارق استثنائي. تذوقنا الأكل التركي وكان رائعا، كما كانت لنا قراءة خاصة للمناظر الخلابة لجانيت. سفرنا كان مريحا جدا، واستفدنا كثيرا من هذه الرحلة، كما كان لدينا مرشد سياحي محترف. أحببت المنطقة كثيرا، وأنوي العودة مستقبلا، لأنني فعلا انبهرت بجمال جانيت. تشهد مختلف مدن الصحراء الجزائرية توافدا كبيرا للسياح، خاصة بعد التسهيلات والتحفيزات المقررة لفائدة السياح الأجانب خدمة للسياحة الجزائرية. هو جمال صحرائنا حين يخالط جماله القلوب. نختم النشرة من قصر الثقافة، حيث قدمت سهرة أمس الفقة الموسيقية البشرية الفردة باقة من الوسطات الإنشادية في المديح الديني والقصيد الصوفي، سافرت من خلالها بالحضور إلى عمق منطقة الثورة. نتابع مع محمد العياشي. على أوتار العود وأنغام الكمان أحيت فرقة الفردة حفلا فنيا سافرت من خلاله بالحضور إلى عوالم تعج بالإيقاعات التقليدية والنصوص التراثية القادمة من عمق الجنوب الجزائري. ما ندمتش اللي جيت، سي ايبر بيان في، سي ايبر بيان اورغانيزي. اليوم جينا نشوفوا الفردة، جيت مع العائلة نتاعي نشوفوا الفردة، كاينه اون تري بون امبيونس. حبيت نديكوفري الجروب تاع الفردة باسكو جامي حضرت لهم، ما ندمناش اللي جينا. شكل الحفل فرصة للجمهور للإنصات لهذا الطابع الموسيقي التراثي. القصيد المحلي تاع القناتسة، ولكن بعض المرات نديروا واحد الطقطوقات شوية هكا تاع ديوان باش نديروا شوية لامبيونس. والقناوي راه على كل حال معروف بالطقوس تاعو، بالبيبليك تاعو راه معروف. الحفل يدخل ضمن برنامج أعدته وزارة الثقافة لإحياء سهرة شهر رمضان الفضيل. وصلنا إلى الختام مشاهدينا، إلى التذكير بعناوين النشر. إدراج أجهزة ذكية في العداد المائي لقياس تدفقات المياه المستهلكة والحد من التسربات. المذبحة الصناعية للدواجن بشلف تراهن على الوفرة بمعايير الجودة
والنوعية وتموين السوق المحلية خلال الشهر الفضيل. ارتياح كبير وسط السياح الأجانب بعد تسهيلات إقرار تأشيرة التسوية تشجيعا للسياحة في الجنوب. نشرتنا تمت، شكرا لكم على طيب المتابعة. صحف توركم، سلام ورحمة الله.